أهلا مجددا مشاهدينا، تمنيات الصحة والعافية لكل مشاهدينا اللي انضموا الآن للمتابعة، وأيضا تمنيات الصحة والعافية للأماكن الآن فيها حالة استنفار قصوى بخصوص حمى الضنك. تابعتوا أنتوا في السوشيال ميديا، تابعتوا في المنصات الرسمية حالة الاستنفار القصوى للدولة وأيضا لمحليات الولايات اللي فيها انتشار كبير، ولي يعني نشطاء الأهالي وجانب مجتمعي كبير شفنا فيه وصال صوت المرضى حمى الضنك اللي انتشرت في شمال كردفان، ولكن في مراكز رئيسة الناس ما كانت بتتعرف عليها، هي كانت انتشرت فيها بس ما كانت تدخل بالصورة المطلوبة. مشاهدين، أرقام مخيفة تتردد في التقارير الرسمية لوزارة الصحة الاتحادية المركز وفي وزارات الولائية بخصوص الإصابة والأرقام المخيفة بتري اتباعا يعني بخصوص الانتشار الكبير. الانتشار ده بالمقابل لازم يكون فيه جهد مقدر من الأهالي ومن حكومة الولايات ومن المركز الخرطوم حتى إنه نقدر نقضي على حمى الضنك أو نوقف مستوى الانتشار اللي بقينا نشوفه في الفترة الأخيرة. إذن للحديث أكثر عن حمى الضنك ودور وزارة الصحة الاتحادية في محاربته وفي السعي لتخفيف المرض، سعداء نرحب صباحا بدكتور ليلى حمد النيل مدير قسم الاستجابة بإدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية. أهلا، صباح الخير. صباح الخير عليكم وصباح الصحة والعافية على جميع أهلنا في كل الولايات وأهلنا في ولاية شمال كردفان وفي لبيض خصوصا، يعني اللي بيعانوا في الفترة اللي فاتت من إصابات كثيرة من حمى الضنك، فبنقول لهم صباح الخير والعافية وإن شاء الله ما يشوفوا إلا الخير في الفترة الجاية إن شاء الله. طيب قبل ما نبدأ في أي حاجة في محاور، أنا يعني ونحن نتكلم إنه الجهد المجتمعي دائما هو مرات هو سبيل أساسي لحل كثير من المشكلات. في حمى الضنك انتشرت في ولايات تانية، لكن الاستجابة السريعة والانتشار الأكبر اللي كان في شمال كردفان في الأبيض بالتحديد، فورينا قبل 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 الأبيض هل كان في ولايات معينة كان في نسبة الانتشار فيها كبيرة دكتور ليلى؟ نعم، يمكن في الفترة اللي فاتت اللي احنا عندنا من نهاية الخريف اللي هي بنقول من نهاية شهر أغسطس لحد الصيف، عندنا عدد من الولايات اللي بتبلغ يوميا حالات بتاعت حمى ضنك، والحمى يعني مرتفعة في عدد من الولايات، بنتكلم عن شمال دارفور، عندنا غرب كردفان، واحدة أول كردفانات بلغت لنا اللي هي غرب كردفان كان في محلية بابانوسة. برضو عندنا ولايات الشريك، كسلة، البحر الأحمر من الولايات اللي بتبلغ، يمكن في البحر الأحمر يعني عندنا في محلية واحدة، في كسلة برضو عندنا في محلية كسلة، في تبليغ يومي عن أعداد بتاعت حمى ضنك في الولاية. فدي من الحاجات اللي بنقول إنه بعض الولايات بتبلغ، لكن يمكن ولاية شمال كردفان واحدة من الولايات اللي فيها التفاعل المجتمعي كبير جدا، وعلاقة المواطن ونفرة المواطن والهبة لأننا ننغز ولايتنا كانت كبيرة جدا في ولاية شمال كردفان. فبنشكر أهلنا في شمال كردفان على توصيلهم لصوتهم وعشان نقدر نحن نتدخل، وبرضه في نفس الوقت رفعنا الحذر عندنا في الولايات الثانية المصابة بحمى الضنك. طيب نقول إنه الاستجابة السريعة اللي وجدناها في شمال كردفان في الأبيض بالتحديد، هل نسبة الأرقام القياسية المتزايدة ولا برضو الولايات دي كان أرقام برضو عالية يعني لكن ما كان في جهد المجتمعي ده؟ الولايات كان يعني التدخل فيها موجود، يعني ما بنقول إنه التدخل في ولاية شمال كردفان كان هو الأول تدخل، لا، يعني إحنا عندنا تدخل من بداية الخريف اللي هو بدينا ووفرنا المبيدات والطرمبات على أساس إنه إحنا متوقعين إنه في نهاية الخريف ممكن تحصل لنا زيادة في توالد نواغل الأمراض المختلفة اللي هي منها بعوضة الإيديس وبعوضة الأنوفيلس، يعني متوقع إنه يحصل لنا حميات نسفية بالإضافة للملاريا. فمن بداية الخريف تم توفير المبيدات، توفير الطرمبات لكل الولايات. الولايات اللي تأثرت بدأ تحويل يعني مبالغ لها على حسب كل ولاية وعلى حسب حدة المرض الموجودة فيها. جاتنا شمال كردفان بدأت التدخل وتحويل المبالغ المالية للولاية على أساس إنه الولاية بالإضافة لأنه في مبيدات وطرمبات أصلاً موجودة في الولاية، فبدأ التدخل يعني إحنا بنقول هجمة كبيرة. فالناقل عشان أنت تتخلص منه في البداية لازم تكون ضربة البداية لازم تكون كبيرة وقوية على أساس إنك تكتر يعني الناس تتخلص من أكبر كمية من الناقل الموجود. طيب دكتور ليلى، الموضوع ده موضوع خريف ولا موضوع ده مستمر يعني؟ بنشوف دائما في المناطق المدارية وشبه المدارية يعني. البعوضة هي أصلا موجودة دي مناطق توالدها، يعني إحنا زي ما موجودة في السودان اللي هو الشريط المداري موجودة في بنلقى في
في السعودية، بنلقى في اليمن، بنلقى لحد ما نصل دول ماليزيا وغير دول آسيا، كل الدول الموجودة في الشريط المداري ده موجودة فيها البعوضة. بما أنه البعوضة موجودة فبنتوقع أنه الفيروس موجود والمرض موجود. بعد كده بتبتدي كيف إحنا نكافح المرض، كيف أنه الناس تتعامل مع المرض، لأن البعوضة أصلاً بعوضة مدنية زي ما بنقول، يعني ما بتكون موجودة في الخارج، بتكون موجودة داخل البيوت وفي المدن وأشباه المدن. يعني ما بنلقاها في القرى اللي فيها مساحات واسعة وأماكن كثيرة، ما بنلقاها. محتاجة منطقة رطبة، محتاجة موية عذبة وراكدة، يعني دي اللي هي متوفرة بتخزين تخزين الموية. وبعد تخزين الموية يعني محتاجة لقاعدة صلبة تكون موجودة فيها، واللي هي دي موجودة بنلقاها في الأحواض بتحت الموية، بنلقاها في الأزيار، بنلقاها في الخزانات، في الأواني بتحت الموية، يعني مثلا حتى في البراميل الموجودة. فهي البعوضة بتدخل وبتخط البيوض بتاعتها، وبعد كده البعوضة بتطير الطور الطاير، وبكون عندنا الأطوار المائية موجودة داخل الموية. فهي دي المحاربة والمكافحة بعد ذاك اللي احنا هنتكلم عنها. لكن يا دكتور ليلى، يعني أهلنا ديل في كردفان وفي كل مكان بيحاولوا انه يخزن الموية عشان يشبعوا احتياجاتهم اليومية، فنحن يبقى علينا تخزين موية وتخزين أمراض. فبنقول دي التوعية اللي احنا حابين نقولها. يعني هي البعوضة كانت لما تتوالد في الموية، الموية ما بتتأثر، يعني الموية الناس ممكن تشربها، وعندنا كثير الناس متعايشين معهم يسمينها أولاد الموية، يعني بتفتح الزير كده بيجيك طالع. الناس ما بتعمل مشكلة، الموية بتكون سليمة والناس ممكن تستعملها عادي، ممكن تشرب منها، ممكن تغسل أي حاجة، لكن البعوضة الطائرة هي المشكلة بعد ذاك اللي ممكن تعمل لنا طائرة. لكن يا دكتور ليلى، البعوضة بتطير بالنهار زي الذباب، يعني الموضوع ده موضوع ليل، فدي المعلومة الفايتة عن كثير من الناس، إنه البعوضة هي مدارة نهاري. يعني أيوة، دي هي مشكلة البعوضة، يعني تغذيتها نهارية ونشاطها نهاري، فدي المشكلة اللي بتخلي الناس إنه يعني أثناء نهار فترة الحركة. يعني بعوضة الأنوفيليس إحنا بالليل ممكن نكافحها بإنه الناس تنوم من المغرب، بنقول للناس شدوا الناموسية ونكون جوا الناموسية وكده. فبعوضة النهار دي كيف نكافحها؟ كيف يبقى الناس لازم تكون لابسة ملابس طويلة، بنقول للناس تتمسح بالطارد البعوض. برضو عندنا الناس الكبار، كبار السن اللي بيكونوا موجودين في البيت وحركتهم بسيطة، فبنقول في أثناء فترة النهار هم والأطفال لازم الواحد لما ينوم نرقده جوا ناموسية، بالذات في المناطق اللي فيها وباء، على أساس إنه حتى المريض، يعني لما يكون في شخص مريض في البيت بيحمى الضنك لازم يكون نايم جوا ناموسية، على أساس إنه ما البعوض ما يشيل منه ويدي للناس السليمين. فدي واحدة من الحاجات المكافحة. فبعوضة تغذيتها نهارية دي بالنسبة لنا مشكلة صعب كبيرة. صعب. دكتور ليلى، المشاهد اللي بتابعنا الآن من خلال صباح الشروق بيعرف أنواع حميات كثيرة مرض عليه وحس بالإعياء وبتفاصيل يعني أو أعراضها. نعم. لكن شنو أبرز الأعراض بتاع حمة الضنك؟ يعني في ناس بتتجاهل عشان الأعداد بتزيد لأنه بيحس إنه هي نفسها أعراضية حمى ثانية، عشان كده بيجهلها يعني. نعم. أعراض حمى الضنك اللي هي أعراض شبيهة بأعراض الملاريا. حمى، ارتفاع في درجة الحرارة، بيكون في أهم عرض لها ألم في المفاصل وكسر في العظام. يعني في بعض المناطق كان اسمها يعني بترجمة الاسم مكسرة العظام. يعني الواحد لما جاته حمى ضنك ويجي يحكي لك بيقول لك أنا جسمي كله مرضرض ومكسر وما قادر أتحرك وما قادر أمشي وكده. واللي هي دي جات منها كلمة الضنك، يعني الزول بيكون ضنك وفي تعب وإرهاق شديد في فترة المرض. دي يمكن أبرز الأعراض لها. العرض المهم الثاني اللي هي ممكن تتطور لنا، اللي هي عندها أنواع، طبعا عندنا واحد واثنين وثلاثة وأربعة، عندها أربع أنواع اللي هي بنسميها سيروتايبس. فممكن يجيك أي واحد من النمط ديل، وفي نهايته ممكن أو من الأول ممكن يجيك بنزيف، يعني على حسب النوع اللي أنت ممكن يجيك، وعلى حسب مناعتك، وعلى حسب إذا كان عندك مثلا أمراض بتاع السيولة في جسمك أو لا، أو بتاخذ حبوب بتاع السيولة أو غيره، أو حتى لو أخذت أسبرين وغيره. فدي من الحاجات اللي ممكن تساعد إنه الإنسان يصاب بحمى نزفية بالإضافة لحمى الضنك. طيب، ده كلام مهم والله ومبشر إنه الناس برضو تاخذ الحذر أول ما تشعر بالأمراض دي تتردد. أنت بتشوفي برضو النسبة بتاعة الانتشار اللي شفناه في الأبيض هي لجهل الناس بين هلالين، جهل الناس بمعنى جهل في الثقافة المرضية، إنه بيشعروا بها حميات عادية، بعد ذلك بتتكرر والأعداد بترتفع وبيمشوا وبيكشفوا بيلقوا حمى الضنك. ده بالنسبة للأعداد العالية؟ أي. بنقول السبب لحاجتين، يعني يمكن في الأول البعوضة وكسرتها، يعني إحنا بنلقى الأبيض واحدة من المناطق الموية فيها نادرة، عشان كده بنلقى اغلب البيوت فيها خزانات بتاعه مويه، فيها تخزين مويه. اللي تكلمنا عنها في بدايه فيها كميه كبيره من البعوض اصلا موجود.
طيب. الحاجة الثانية الأبيض بنلقاها يعني منطقة بتاع علاج عدد من الولايات الثانية يعني مركز قرب ايوه مركز للعلاج بيجونا اهلنا في غرب كردفان بيتعالجوا في الأبيض، اهلنا في جنوب كردفان بيتعالجوا في الأبيض، وانا زي ما قلت لك بدا المرض كان في ولاية غرب كردفان وانتشر لحد ما وصل الأبيض. فالانتشار بتاع المرض اللي هو بيكون بانتقال البعوضه ذاتها، والانتقال بتاعها بيكون بطيء يعني البعوضه ما بتنتقل بسرعه شديده عشان تجي الولايه الثانيه. الحاجه الثانيه المرضى ذاتهم عشان لما يجوا يتعالجوا هنا فبكونوا مصابين بالمرض، والناس ما بتاخذ حذرها في الاول زي ما قلنا ممكن ينتقل المرض من شخص لاخر. في السنين الماضيه او السنه اللي فاتت كان عندنا المرض في ولايه شمال كردفان ذاته لكن في محليه مختلفه. يعني هسه احنا الولايه بنتكلم عن محليه شيكان اللي هي فيها الابيض، بنتكلم عن مبارة، بنتكلم عن أم روابة، ثلاثة محليات. المرة فاتت كان في محلية واحدة وفي منطقة إدارية واحدة اللي هي كانت في محلية أم دم، فدي كانت المصدر الأساسي لانتقال المرض في السنة الفاتت. لكن في الأبيض المرة دي بقى الانتشار واسع وثلاثة محليات أصيبت، وبنقول سلامة كبيرة لأهلنا. طيب دكتور ليلى، الانتقال ده هل عدوى من شخص لشخص ولا نفس الناقل ده بيشيل العدوى من المريض وبيحقنه في المريض الثاني؟ نشوف طرق الانتقال ذات والانتشار. طرق الانتقال طرق الانتقال من شخص لشخص ما في يعني ما عدوى من مريض لمريض لكن العدوى بواسطة البعوض. يعني البعوض هو اللي بينقل للمرض، ناقل للمرض من الشخص المريض للشخص السليم. وعنده ثانيه مشكله البعوض، يعني البعوض انا ما عارفه اقولها كيف، لكن الاجيال بتاعت اللي بتجي بعد كده اذا كانت البعوض شايله المرض جواها فكل اجيال اللي بتجي بعد كده بتكون مصابه بالمرض. يعني البعوضه اللي بتولد اصلا بيكون شايل الفيروس جواه، والبعوضه عندها مقدره انها تضع بيوضه، وبيوضه ممكن تكون قاعده لمده سنه، يعني تقعد من السنه دي يعني لحد السنه الجايه حتى تطلع بعوض جديد. فدي واحده من المشاكل الكبيره لبعوضه الايديس او الزاعقه المصريه زي ما بنقول. فعشان احنا نتخلص، فعشان كده بنقول احنا لازم نتخلص حتى من البيوض بتاعت البعوض، لانه حتى اللي بيطلعوا من البعوض والاجيال بتاعتها واللي بعوضة اصلا كانت اصيبت بالمرض فبتكون شايله المرض معاها لقدام. دي فدي عدوى، يا اما تكون من شخص مريض اخذت البعوضه منه وادتنا ليها، يا اصلا من بعوضه اتولدت وهي شايله الفيروس معها. طيب عشان نحد من كل ده، ونحن بنشوف شفنا في المنصات دكتور ليلى كيفيه مناقشه المرض والمناشده برضه بتاعت الاسر ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للولايات عشان يقللوا من شكل حدة المرض يعني. طيب الموضوع برضو موضوع سلوك دكتور ليلى، سلوك مجتمعي. طبعا يعني سلوك من الدرجة الأولى، يعني سلوكنا وفي حفظنا للموية، ومتين نجفف الآبار بتاعتنا، ومتين نجفف خزاناتنا، ومتين نتخلص منها، ومتين نغسلها. يعني زمان كانت عادة في البيوت إنه بنلقى إنه زير لازم زي ما بنقول كل اسبوع الامهات بيشيلوه ونظفوه ويكرشوه بالحجر وكده. يلا الكرش ده ذاته يعني انت لما تكرشه بتقتل كل البيوض الموجوده في سطحه. فدي كانت واحده من العادات. لا هي ما انا ما بتكلم عن الطحالب، بتكلم عن بيوض البعوضه. ما بتكون بين الطحالب يعني؟ لا ما بالطحالب، هي بتقعد في الشقوق. الزير سطحه ما املس. يلا هي بتقعد بتكون في سطح الزير ذاته. فيلا النظافه بتاعت الزير دي بتتخلصك من كل الحاجات، وبعد كده تخليه ينشف فتره وتجي تكفيه المويه ثاني. يعني بدل ما يكون عندك زير يكون عندك زيرين، واحد ناشف والثاني مليان، وبعد ذاك تفضي المويه في ده وتخلي ذاك ينشف فتره وبرد. يعني ده سلوك الانسان. الحاجه الثانيه التخزين بتاع المويه ذاته لازم يكون غير انه هسه احنا بقد عندنا موجوده حفاير كبيره، يعني في بعض المناطق كانت ما فيها، لكن نسبة لأنه توجدت حفائر اللي هي مثلا عندنا خزانات لحفظ الموية كبيرة شديد، ما خزان البيت الصغير ده، حفائر محفورة كبيرة على أساس أنه يكون فيها تخزين الموية الناس بتستعملها لقدام. فدي واحدة من المشاكل، إحنا كيف نتعامل مع الخزان، كيف نرش البيوت، ومتين نفتح بيوتنا، وحتى إحنا لو عملنا الزير لازم نخده ونغلق إحكامه بطريقة كويسة على أساس أنه البعوض ما يدخل جواه. عملنا الحوض لازم نكفله بطريقة محكمة، نخلي مثلا عملنا طرمبة، أو حتى الأشخاص اللي بيتعاملوا معه لازم يعرفوا أنك أول ما شيلت الموية طوالي تكفله على أساس أنه البعوض ما يجي داخل فيه. فدي واحدة من الحاجات. الحاجة الثانية البيهافير بتاع أنه أو السلوك بتاع أننا نقعد في البيت لما يجينا المرض ده غلط. فأنا لو حسيت بأي نوع من الحمى، أي نوع من الألم، أي واحدة من الأعراض، أمشي أقرب مركز صحي، أمشي أقرب مؤسسة صحية موجودة جنبي على أساس أنه أفحص وأشوف هل أنا مصاب بحمى ضنك، مصاب بملاريا أو غيرها من الحميات المختلفة. طيب دكتور ليلى، قبل ما نجي لجهودكم أنتم في وزارة الصحة الاتحادية
بالنسبة لطرق معاليتكم برضو اتخاذكم لأساليب معينة للحد من انتشاره. في نفس الموضوع يعني موضوع السلوك، نعم. يعني على مد البصر في عند أهالينا في شبه المناطق المدارية والشبه المدارية تلقى في حفائر كبيرة، نعم، برضو للبهايم معاهم، نعم، يعني مرات بتشرب يعني. ف ده الواقع يعني اللي احنا عايشينه صراحه. عشان نتكلم، هل الموضوع ده ممكن ينتقل برضه للحيوانات؟ نعم. والحيوانات برضه تكون مصدر انه تنقله للناس بالضبط. يعني البعوضه نفس البعوضه اللي بتعض الانسان هي بتعض الحيوان، والحيوان برضه بيصاب بحمى الضنك. لكن عندنا حيوانات، ما حيواناتنا الاليفه الموجوده في البيوت دي، مثلا بتكون في القرده والحيوانات البريه الموجوده في الاحراش والغابات. يعني ممكن الانسان اللي بيكون في طرف الغابه اللي بيكون قريبين من الغابه ممكن نقول لهم المرض من البعوضه تبقى ناقل من الحيوان للانسان. يعني ما الحيوان هو البصيبه، يعني بيهمنا اللبن. يعني هن ده يهتم الموضوع ده، يعني ما في مشكله، ما في مشكله. لا لا ما في طيب. مشكله. طيب الجهد شنو اللي انتم بتقوموا به هسه كوزاره الصحه الاتحاديه بخصوص الحد من الانتشار دكتور ليلى؟ طيب احنا الجهد بتاعنا بيتكون من محاور مختلفه. اول محور اللي هو بنتكلم عن التنسيق، يعني تنسيق الجهود. يعني انت لما تخش الولايه اي ولايه وقبل ما ندخلها بيكون في تنسيق بيننا وبين الشركاء المختلفين اللي ممكن يدخلوا معنا، وتنسيق بيننا وبين المجتمع. يعني دي واحده من الحاجات المهمه شديد، انك كيف تنسق جهود الناس، كيف يكون عندك الحاجات اللي بيقدمها المجتمع بالاضافه للحاجات اللي بتقدمها الوزاره بالاضافه للحاجات اللي بيقدمها الشركاء، على اساس انه نقلل من هدر الموارد اللي بتكون موجوده معنا، وفي نفس الوقت نوجه الموارد لاتجاه واحد. الحاجه الثانيه اللي هي بنتكلم عن مكافحه الناقل. مكافحه الناقل بكل طرقه، يعني الناقل من الرش، يعني كان في رش رزازي، رش ضبابي، رش خارج البيوت، رش داخل البيوت. كيف بنعلم الناس؟ يعني الناس بتخش كل بيت بيدخلوه 3 افراد، واحد بفتش البراميل بتاعت المويه واماكن حفظ المويه، وواحد بيوري الناس كيف انهم البراميل دي ذاتها يصفوا مويتها ويستفيدوا منها ثاني، وكيف ينظفوها وكيف يجففوها، والشخص الثالث برش البيت. وبنوجه المسج مباشره لناس البيت، يعني ما بنستنى انه اذاعه وتلفزيون او حتى نوصل المسج عن طريق الواتساب، لا، انت لازم تخش مباشر لناس البيت، تقعد معهم وتتكلم. الرش كان بالطيارات برضو عشان نتخلص من الطور الطاير. الحاجة الثالثة اللي هو كيف نعالج الحالات، يعني علاج الحالة بيبتدي من التشخيص حقها، يعني توفير التشخيص داخل الولاية اللي هو توفير تجهيز المعامل، توفير أجهزة الفحص اللي احنا محتاجين لها، توفير المواد اللي احنا محتاجين لها كلها، ده كان موجود في الولاية، تدريب الكوادر على انها تفحص برضو. الحاجة الثانية التفريز بين الملاريا والحميات الثانية، دي واحدة من الحاجات المهمة شديد خلال الفترة دي. تحدي بتاع معامل برضو. ايوه يعني بتاعين المعامل لازم تفهموا انه الملاريا وحمى الضنك تفرز بيناتهم كيف، وفي الفحص ذاته انت ممكن تشوف شنو، ده بيتم بتدريب ناس المعمل. الحاجه الثانيه توفير بنوك الدم وتوفير الدم داخل الولايات، واللي هي مثلا في ولايه شمال كردفان كان في نفره كبيره لتوفير الدم، لانه ممكن يجونا ناس بنوع من النزيف، لانه واحده من الاعراض اللي هي ممكن يجي الشخص بنزيف، ممكن يكون نزيف خارجي، نزيف داخلي، ممكن يكون تصل لمرحله النزيف الداخلي دكتور ليلى؟ طبعا طبعا، وده يعني خطير جدا، ممكن يعني حتى ممكن الشخص يصل لمرحله الصدمه، فشل اعضاء داخل جسم الانسان، فشل كلوي، فشل كبدي وغيره من الفشل اللي ممكن يحصل نتيجه للنزيف العالي. فده بنحاول نوفر كميات كبيره من الدم اللي هي بالتبرع بالدم من الناس. الحاجه المهمه اللي هي توفير الامداد، يعني الاشخاص اللي في الولايه، الواحد لما نقول له انت لازم تاخذ دريبات وتاخذ دريب بنادول وغيره، لازم يكون الدريب متوفر، يعني لما يمشي المركز يلقى الدريب ويلقى دريب البنادول، لانه العلاج بتاعه احنا ما عندها علاج مباشر للفيروس، لكن بنعالج الاعراض الثانويه. يعني مثلا عنده شخص عنده حمى بنديه بنادول، بنديه دريب باراسيتامول على اساس انه نقلل من درجه الحراره، كسير العظام والتعب برضه بنديه، يعني البنادول برضه بخفف من حده الالم الموجوده. مثلا لو جاء فقد كميه من السوائل بنديه سوائل تعويض لو هو محتاج ليها، وغيره مثلا لو كان في استفراغ بنديه مضادات الاستفراغ على اساس انه يقدر يتناول الاكل ويقدر ياخذ الحبوب والعلاجات. فدي هي الحاجات المهمه. برضه بنوفر الناموسيات للناس على اساس انه بنقولش اي شخص مصاب بحمى الضنك لازم خلال فتره النهار دي له بنرجع الناموسيه، وبنوفر ناموسيات لبقيه افراد البيت اذا كانت حوامل، لانه الانسان النساء الحوامل لو حصل لهم نزيف بتكون مشكله بالنسبه لهم، الاطفال الصغار المرض بيكون عندهم وخيم، الناس الكبار لانه بيكون عندهم غير المناعه بيكون عندهم امراض ثانيه، يعني مع مناعتهم البسيطه بيكون عندهم امراض مزمنه بالضبط كده. وفي احيان كثيره بيكون الواحد بياخذ حبوب مضاده للسيوله، فبالاضافه لحمى الضنك اللي هي اصلا بتعمل سيوله في جسم الانسان، فبنحاول نقلل من الحاجات.
والجهد الاخير اللي هو تعزيز الصحه وتوعيه المجتمع، واللي هي زي قعدتنا دي. صحيح. لازم يعني الاذاعات كلها لازم تتكلم عن طريق السوشيال ميديا، لازم نوصل للناس، الناس في الاسواق، الفيديو الجوال، المتحركات، الناس كلها لازم تشتغل مع بعض كيد واحده وتكون في نفره مجتمعيه على اساس انه نقلل من حده المرض. دكتور ليلى، الوضع مطمئن هسه؟ يعني بحسب التقارير اللي بتصلكم يعني قلت الاصابات، انت بتشوفوا في تحسن داخل ولايه شمال داخل ولايه شمال كردفان؟ بدت تقل يعني الحمد لله، يعني في يمكن الكلام ده بدا في اليومين الاخيرات، لانه احنا الحمله عشان نشوف نتائجها محتاجه 15 يوم. يعني ال 15 يوم دي اللي هي مده حياه البعوضه ذاتها. فانا عندي بعوضه طلعت الليله، فدي انا لو ما حصلتها ممكن تعيش لي 12 يوم، دي اللي هي مده حياه البعوضه ذاتها. فانا عندي 15 يوم، اللي هي ال 15 يوم دي بنحاول نتخلص من كل او اغلب البعوضه الموجوده. يعني على اساس انه اي بعوضه تكون عندنا بعد كده ما في بعوض حامل للمرض، في نفس الوقت الاشخاص المصابين يتم علاجهم، يعني اي شخص اصيب كده فبتبتدي تحس او بتشعر بنتائج الحمله بتاعتنا وكده، يعني بنقول تدريجيا لحد ما تنتهي فتره 15 يوم دي. دي الفتره الاولى، بعد ذاك بنديها 15 يوم ثاني على اساس انه نقضي على كل المرض. طيب دكتور ليلى، المشاهده اللي بتابع هسه معنا صباح الشروق وناستنا دي بخصوص التوعيه، نعم، بالحد من حمى الضنك، الشخص اللي مرض والتصاب هل ممكن تتنقل له ثاني بصوره اكبر؟ يعني ممكن يكون فيها هجوم اكبر ولا جسمه بيتخذ مناعه من المرض؟ طيب اللي هي احنا مش بنقول فيروس معناها الجسم بياخذ مناعه ضده، لكن المشكله انه عندنا انواع مختلفه. يعني انت ممكن الليله تاخذ نوع وتاخذ منه مناعه، بعد شويتين ممكن يعطيك نوع ثاني، يعني النوع الثاني لما البعوض يجي نقول لك نوع ثاني، فبرضه بتصاب بحمى الضنك لكن من النوع الثاني، بتاخذ عنه مناعه، بعد شويه ممكن تصاب بالنوع الثالث. فهي بتختلف على حسب الاصابه بتاعتك، لكن النوع اللي انت اخذته بتاخذ مناعه ضده. اها، والهجمه بتكون اكبر يعني، ولا على اقل تقدير المناعه اللي اخذها من النمط الاول؟ لا لا لا، الهجمه وشكل المرض الممكن يجيك على حسب نوع الفيروس اللي اصابك، يعني اذا كان النوع الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. فبعد كده انت يعني اذا كانت مناعتك بسيطه، اصلا مناعتك بسيطه، اذا كان عندك مشكله، إذا كان ممكن جاتك من الأول، يعني أنت من النوع اللي ممكن تجيك بحميات نسبية طوالي بتجيك بنزيف وكده. طيب. فبتختلف من شخص لآخر. الموضوع برضو عنده ارتباط بالجانب النفسي، يعني نشوف المنصات إنه الموضوع ده قاتل و و و وكثير من الأخبار بترد من الناس، يعني متى ممكن يحصل مرحلة الوفاة؟ مرحلة الوفاة بتجي لما يكون النزيف، يعني دي بالذات المرحلة الكبيرة. أو لو أنت مصاب مثلا جاك حمى الضنك وعندك أصلا نوع من الأمراض الثانية اللي هي ممكن تؤدي للوفاة، فما بكون السبب الرئيسي انه حمى الضنك، لكن ممكن الوفاه منها بتكون نتيجه للنزيف، النزيف والنزيف الشديد، يعني لو ما والمتلحك. تم معالجته بصوره سريعه. ايوه، الناس ما وصلت وما ودت الزول للمركز للعلاج او اخذ الدم مباشره او حاولنا ننقده. يعني بعض مرات بيجوك ناس بنزيف بسيط، يعني يقول لك عندي نزيف في الانف مثلا، بتلقى كدمات تحت الجلد كده، فده برضه نوع من النزيف، لكن ممكن يجيك زول بنزيف يعني كميته كبيره شديد، وممكن يكون نزيف داخل يعني ما ظاهر لنا. النزيف اللي ما ظاهر لنا ده ممكن يؤدي لانه الانسان يخش في مرحله الصدمه، والصدمه دي ممكن تؤدي لفشل، يعني ممكن يجيك يعني الجسم كله خلاص منتهي وكل الاعضاء تحته منتهيه، فده بيحتاج لانه طوالي تدخل تدخل العاجل. لو ما تدخلنا عاجل فالموضوع عنده ابعاد ثانيه لا قدر الله. طيب دكتور، شفنا في فترة الكورونا كان في احترازات لازمة وكان في تكفيل برضو للمناطق. نعم. احنا نقول تكفيل هسه لأنه النواقل ممكن تتنقل برضو، فعشان نحيد من الحاجة دي مستقبل إنه ما تدخل المناطق المجاورة، المفروض يحصل شنو بالتحديد؟ تمام، عشان ما تدخل لك المناطق المجاورة لازم تكون في حملة مساندة للحملات الموجودة في المنطقة اللي فيها الوباء، اللي هي احنا بنقول احنا لازم ندعم الروتين. يعني احنا اصلا عندنا شغل بتاع مكافحه الضنك الروتيني بيكون في الولايات كلها. اللي بيحصل اسرع ده شغل المكثف ده شغل عشان مكافحه الوباء. فاحنا لازم ندعم الروتين، يعني مثلا احنا بنتكلم عن ولايه شمال كردفان بنتكلم عن 3 محليات مصابه. يبقى بقيه المحليات الثانيه، شمال كردفان فيها 8 محليه، فيها عدد المحليات الموجوده فيها، بقيه المحليات لازم الناس تجيف وتحاول انها تدعم من الشغل الروتين الموجود فيها، على اساس انه حتى لو في الناقل موجود في الولايات الثانيه الناس تحاول تتخلص منه
نحاول نوفر الأدوية والعلاجات في الولايات دي، نحاول نوفر الفحص في الولايات الثانية اللي ما فيها المرض. دي هي الحاجات الأساسية المفروض نعملها. الحاجة الثانية لازم تكون في توعية مجتمعية من بداية الخريف، يعني بنقول دي حاجة بنقول لحد الخريف السنة الجاية في ولاية شمال كردفان، الناس المفروض من بداية الخريف تكون واعية إنه إن هي ممكن يحصل لها إصابة بعد نهاية الخريف، فلازم نقلل وننشف ونعمل الشغل اللي احنا تكلمنا عنه من بدري على اساس انه نتخلص من كل الناقل الموجود عندنا في الولايه. الحاجه المهمه والاهم اللي هي تضافر الجهود، تضافر الجهود وتضافر جهود الشركاء مع بعض. يعني مثلا وزاره الصحه براها ما بتكون هي اليد هناك، فلازم اوفر مويه للناس عشان اقلل من تخزين الناس للمويه، اللي هي ده بيكون جهودنا مع ناس المويه. مثلا الحفائر الكبيره اللي بتتحفر وكده، الناس لازم تعمل لها طريقه على اساس انه نقلل من توالد الناغل باشكاله المختلفه. طيب مرات دكتور معين الدوله بتسعى انه تنفذ كثير جدا من المشاريع بالتحديد في جانب تحت توفير المعينات اللازمه حتى نحد منه، فمناشدتك الان في المرحله الاخيره دي لكل المشاهدين ولكل الداعمين في ولايات السودان المختلفه والناس اللي كمان عندهم استطاعه انه يوفروا معينات على ارض الواقع والجهد يكون مشترك، يعني بنقول الناس المفروض تجي وتجي وزارة الصحة، يعني ما يكون التدخل مباشرة للولاية، دي أهم حاجة، أو لو وصلنا الولاية مباشرة نكون مع وزارة الصحة إيد بإيد، لأنه بتكون الحوجة والأولويات موجودة عند وزارة الصحة. فبنناشد الناس دائما إنها تحاول، زي ما أنا بقول لك المحور الأساسي كان هو التنسيق، فلازم يقعدوا معنا، وأي زول عنده تدخل واي زول عنده مال عايز ينفقه في الولايات المختلفه لدعم مكافحه حمى الضنك فالمفروض يكون من داخل وزاره الصحه على اساس انه نوحد الجهود وتكون جهودنا في اتجاه واحد. دكتور ليلى حمد النيل، نحن فقرتنا انتهت وزمننا خلص، لكن تستمر ان شاء الله الحملات التوعويه بخصوص انه الناس تاخذ الحذر في فترات جايه، وان شاء الله الجهد ما يقف من هنا، يكون التشفيق اكبر. نحن مقدرين جدا دكتور ليلى حمد النيل مدير قسم الاستجابه باداره الطوارئ الصحيه ومكافحه الاوبئه بوزاره الصحه الاتحاديه على حضورك صباحا، كثر خيرك. شكرا لك. شكرا.